في تطور لافت على الساحة الفلسطينية، عينت حركة حماس يحيى السنوار رئيسا سياسيا جديدا لها بعد استشهاد إسماعيل هنية الأسبوع الماضي. هذا التعيين جاء في وقت حساس تعيشه المنطقة، ويعتبر السنوار شخصية بارزة في المقاومة الفلسطينية، ويعرف بأنه العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب. ويقول الفلسطينيون في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية أن يحيى السنوار هو الاختيار الصحيح، ما يعكس تأييدا واسعا له في ظل هذه الظروف الصعبة. ولنشاهد بعض هذه الآراء. دائماً وأبداً المفروض أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنا شايف هذا الإنسان أنه مناسب من ناحية سياسية ومن ناحية خلينا نقول عنده رؤية للمستقبل لشعبنا ولأمتنا العربية والإسلامية. والله يعني ممكن أن يكون يعني مناسب، لأن يعني هم كان سياسي أزود اللي هو إسماعيل هنية، ما ممكن انه يكون هو يعني يقدر على تحقيق صفقه او شيء ثاني. والنتيجه انها كلها حكومه حرب وما بدها لا تفاوض ولا تعقد صفقه ولا تقوم باي عمل سياسي، فهي حكومه الحرب بدها مقابلها وزاره حرب وحكومه حرب. اعتقد انه القرار صائب بالاختيار في ظل الهجمه الشرسه على شعبنا الفلسطيني. صحيح، هو قرار مفاجئ صحيح، ولكن يبدو أن السنوار مهندس طوفان الأقصى حب يكون رئيس المكتب حتى يمسك كل الخيوط بين إيديه بالمقابل إسرائيل ونتنياهو وحكومة الفاشية. نعمل اختيار وخير ما اختاره، يعني صحيح أن أنا تفاجأت زي ما تفاجأ كثير من الناس أنه اختاروا الأخ أبو إبراهيم خليفة لإسماعيل هنية الله يرحمه.